البحث عن الهدف الأهم والأكبر، التتويج بدوري أبطال أفريقيا. 72 ساعة بتفصلنا عن يوم المواجهة المنتظرة بين النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي. أهلا وسهلا بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة، وبتهالي 72 ساعة حاسمة. النادي الأهلي بيسابق الزمن على كل المستويات، سواء لتجهيز المصابين أو للتحضير والتدريب على خطة المباراة اللي هيلعبها إن شاء الله يوم السبت، وهنكون مع حضراتكم ثانية بثانية ونحاول ننقل لكم الصورة والأوضاع والتطورات في المغرب من خلال شاشة الأهلي ومن خلال السادسة مساء. أهلا وسهلا بكل الأهلاوية. مساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، مساء الخير على حضراتكم. النهاردة بتبدأ الرحلة الكبيرة اللي بيحلم بيها جماهير النادي الأهلي بقالهم كتير جدا، وهي مباراة الأهلي والوداد نص نهائي دوري أبطال أفريقيا. طول الدوري أبطال أفريقيا كلنا عينينا عليها، وكلنا بنتمنى أن الأهلي يحقق اللقب التاسع في دوري أبطال أفريقيا. زي ما حضراتكم عارفين خلاص اللعيبة يعني في طريقها للمغرب، إن شاء الله هيوصلوا النهاردة الساعة 7:30. كل اللعيبة اللي في القائمة اللي حضراتكم شفتوها موجودين بإذن الله على متن الطائرة، وطبعا الشناوي موجود وجاهز للمشاركة بإذن الله، وكمان أيمن أشرف وكهربا فرصهم كبيرة بإذن الله للمشاركة، علي معلول وجيرالدو هيلحقوا بيهم بكرة إن شاء الله في المغرب. اكيد يعني كلنا مستنيين يكون في نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب علشان نكون مرتاحين واحنا بنلعب على ارضنا. يمكن احنا اطمنا على الاهلي بشكل كبير في اخر ثلاث ماتشات اللي هم كانوا تحت قياده موسيماني، اول ثلاث ماتشات ليه شفنا الحقيقه ان المدرب قدر في وقت قليل في 10 ايام بس، خلال 10 ايام دول شفنا بصمات واضحه على الفريق، شفنا ان في انسجام بينه وبين اللعيبه، عدم دخول اي اهداف فينا خلال الثلاث ماتشات دول، وخصوصا ماتش بيراميدز الأخير اللي كنا بنلعب ناقصين لاعب، كان بيطمننا، بيدي ثقة للجمهور، بيدي ثقة للعيبة، وبيدي ثقة للمدرب نفسه. بنتمنى زي ما قلنا ان احنا تكون نتيجة مرضية جدا بإذن الله في مباراة الذهاب عشان نكون مرتاحين على أرضنا بعد كده. احنا بنلاعب عارفين قد ايه ان المهمة مش سهلة، احنا بنلاعب فريق تقيل في المغرب، فريق كان بينافس على الدوري المغربي لحد آخر ثانية، متمرس جدا في أفريقيا، وصل للنهائي السنة اللي فاتت وقدر يتوج بالبطولة كمان في 2017 بإذن الله، بإذن الله يكون اللقب لينا. حسابات المواجهة طبعا بشكل كبير جدا مفترض أنها تحسم جوه الملعب، لكن الحقيقة يمكن في اعتبارات كتيرة جدا دايما بنحطها قدام عينينا لما بنكون بنلعب فرق من شمال أفريقيا، تونس، الجزائر، المغرب، مباريات وديربيات ليها طبيعة خاصة، العامل النفسي فيها وحالة الثبات الانفعالي مهمة جدا لفرقتنا في مواجهة استفزازات محتملة وتعودنا عليها في ماتشات كتيرة جدا. والأهم من ده طبعا اللي بنطلبه وبنأمله الحقيقة أن تكون مواجهة عادلة وشريفة، طبعا الكلام على التحكيم، في مواجهة مهمة جدا ومواجهة من العيار التقيل، وأعتقد أنه إلى حد كبير غياب الجماهير عن المدرجات يساهم في أنه الحكام يقوموا بمهامهم على أكمل وجه، وده اللي احنا بنتمنى. على كل أحوال طبعا رحلة النادي الأهلي النهاردة للمغرب اللي تمت برعاية إير كايرو النقل الرسمي لقناة النادي الأهلي، وكانت برئاسة كابتن محمود الخطيب، واللي من المنتظر إن شاء الله أنها توصل في خلال يعني ساعة ونص بسلامة الله إلى المغرب. عندنا زي ما قلنا لحضراتكم 72 ساعة، اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي من النهاردة أثناء تواجد الفريق في مطار القاهرة عشان يستقل الطائرة متجها للمغرب. منتظر انه يعني توقيت وصولهم للمغرب بتوقيت القاهرة هيكون الساعة 9 مساء بتوقيتنا ان شاء الله بإذن الله. وده طبعا اللعيبة طبعا في اجراءات احترازية كتيرة جدا، يعني بداية من تواجد اللاعبين في المطار، الاتوبيس اللي بينقلهم لسلم الطيارة، الطيارة نفسها تم تعقيمها بشكل كبير، وحتى الاجراءات الاحترازية ان شاء الله المتوقع اتخاذها في مقر إقامة النادي الأهلي. عندنا جدول حافل على مدار الثلاث أيام الأخيرة وصولا ليوم الجمعة إن شاء الله. طبعا دي لقطات كابتن حمدي فتحي وكابتن أحمد الشيخ ورا السلية بيشرب قهوته وحقيقة يمكن يعني أنا بيتهيألي أن جوه كل دماغ واحد منهم النهاردة أفكار كتيرة جدا وأحلام كبيرة جدا، كتابة اسمك في التاريخ مع النادي الأهلي في الفوز ببطولة أفريقيا حلم لأي لعيب كرة يتمناه. كابتن علي لطفي طبعا اللي تولى مسؤوليه حراسه تعليم الاهلي في الماتشات الاخيره، واعتقد انه قدم الى حد كبير مستوى محترم على الرغم من غيابه، وده بيأثر بالتاكيد على حساسيه المباريات. الشناوي ان شاء الله باذن الله هيكون جاهز، والشناوي بالنسبه للنادي الاهلي كنت بكلم ساره قبل الماتش،
الشناوي واحد من اهم عوامل ان شاء الله حسم المباراه دي علينا، او جماهير الاهلي حط عليه يعني مسؤوليه كبيره جدا في ان احنا ان شاء الله ان شاء الله نحقق ده. ميشيل يانكون طبعا مدرب حراس المرمى النادي الاهلي، كل التوفيق لعناصر النادي الاهلي. انا بيتهيألي الحافز كبير جدا طبعا زي ما قلنا لحضراتكم، الرحله دي برعايه اير كايرو النقل الرسمي لقناه النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم في مجموعه حوافز كثيره جدا. موسم طويل بالتاكيد ومرهق وشاق، ولكن ده في كل الاحوال ما ياثرش بشكل كبير جدا على اهميه المباراه بالنسبه للاعبين وبالنسبه للجهاز الفني. نروح لفاصل ونرجع نتكلم في اخبار فرقه، نروح لفاصل مع حضراتكم ونرجع لحضراتكم نقول لكم اهم اخبار النادي الاهلي النهارده. برحب بحضراتكم مره ثانيه، ولسه مكملين طبعا كلام عن بعثه النادي الاهلي للمغرب لمواجهه الوداد. زي ما قلنا لحضراتكم من المقرر ان الطياره توصل النهارده ان شاء الله للدار البيضاء الساعه 9 مساء، والفريق ان شاء الله النهارده هيحصل على راحه بالليل النهارده بالليل، ويستأنف بقى التدريبات من بكره على احد الملاعب اللي وقع اختيار جهاز الكره عليها. طبعا هيخوض التمرين الاخير قبل المباراه يوم الجمعه على ملعب المباراه وفي نفس توقيتها، وهو ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. اللعيبه واعضاء الجهاز الفني والاداري اجروا مسحه كورونا وتحليل دم صباح يوم الاحد، وده طبعا باوامر من الاتحاد الافريقي، واللي الزم النادي باجراء الفحوصات دي قبل 48 ساعه من السفر للمغرب قبل مواجهه الوداد المغربي، في الوقت طبعا اللي بيجري فيه الفريق مسحتين جداد بعد الوصول للمغرب وقبل اقامه المباراه. هيبقى لوحده على فكره طبعًا. موضوع المسحات ده طبعا موضوع ظروف صعبه قوي، انت بتلعب في ظروف صعبه قوي، عشان كده تحقيق البطوله دي يا احمد في الوقت ده هيفرق قوي مع النادي الاهلي، وهتكون بطوله غاليه قوي للنادي الاهلي، مش بس عشان بعد فتره طويله من عدم الحصول على دوري ابطال افريقيا، ولكن كمان عشان الظروف اللي فيها، وعشان الفرق اللي مشاركه في النص النهائي احمد فرق قويه قوي، سواء كان الرجاء او الوداد او الاهلي او الزمالك، فان انت تاخد بطوله زي دي بالحجم ده بعد منافسه قويه بتفرق قوي. طيب خليني اقول لك انه الحاجات اللي بتصب في مصلحتنا او الكفه ليه بتميل في مصلحتنا ساره، واحد لانه مركب محمد الخامس مش ملعب غريب او جديد بالنسبه لعدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. نمره اثنين انه في جزء كبير يمكن سبع او ثمان لعيبه من القوام الاساسي لفرقه الوداد لعيبه الاهلي عارفاهم كويس وحافظاهم وعارفه طريقه لعبهم وعارفه اسلوبهم ولعبت قدامهم قبل كده، وبالتالي ده الى حد ما في الكوره بيسهل على اللعيب، يعني لما تبقى حافظ وقفه لعيبه في الملعب، لما تبقى حافظ او عارف نقطه ضعف في لعيب معين، في لعيب بيبقى تمركزه او نسبه تركيزه قليله، في لعيب ممكن يبقى بطيء، ممكن لعيب يبقى عنده رجل الثابته فيها مشكله، ده الى حد ما في الكوره في حسابات الكوره بتفرق مع اللعيب بشكل كبير جدا، واعتقد ده هيساهم. الحاجه الاهم او النقطه اللي بتمنى انه يتم استغلالها بشكل كبير جدا هي افضليه انه مباراه الذهاب في المغرب بعد خساره الوداد للدوري. يعني ايه؟ يعني ده اعتقد بيمثل ضغط على لعيبه الوداد شويه واريحيه لعيبه النادي الاهلي شويه. ليه بقول الكلام ده؟ لانه الوداد ما عندوش بديل غير ان هو يحقق نتيجه ايجابيه بالنسبه له، والنتيجه الايجابيه اللي بيتمناها هو انه يحسم المباراه بالمكسب، وبالنسبه له طبعا لا قدر الله يفضل يكون بعدد كبير جدا من الاهداف. اي حاجه عكس كده تمثل ضغط كبير جدا على لعيبه الوداد، وبالتالي هو ظهره للحيطه زي ما بيقول، يعني هو مطالب ان هو من اللحظه الاولى يبقى بيلعب على مكسب ومكسب مريح. ده اعتقد انه يصب في مصلحه النادي الاهلي، المفترض ان يكون اهدى اعصابا، المفترض ان هو يستغل حاله الاندفاع، حاله العصبيه شويه اللي هتكون موجوده عند فرقه الوداد، ويبتدي مستر موسيماني يلعب على الناحيه دي ويلعب على الاخطاء ويلعب على المرتدات. واعتقد عندنا يعني الشحات وجيرالدو لو فايقين اعتقد ممكن المباراه دي بظروفها الخاصه يبقى ليهم دور كبير جدا، وممكن يمثلوا تهديد كبير على فريق الوداد. ومن مصلحتنا ان الوداد بيلعب من غير جمهور. طبعا جمهور ده بالتاكيد ماتش قوي جدا برضو. بصي كل شمال افريقيا كل فرق شمال افريقيا جمهورها متعصب كوره، وجمهورها حماسي جدا، وجمهورها بيمثل اضافه لفرقته ضد اي فريق بيلعبهم، بس زي ما احنا برضو مش هنلعبهم قدام جمهورهم، هم للاسف الشديد يعني كنا نتمنى ان جمهور الاهلي يبقى حاضر في مباراه قبل النهائي، لكن للاسف الشديد طبعا يعني حتى اللحظه مفيش جديد، الجماهير مش موجوده. بالمناسبه بيتسو موسيماني اعلن قائمه اللاعبين اللي سافروا، وخليني اقول لحضراتكم طبعا حراسه المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، معاهم محمود وحيد وايمن اشرف، ياسر ابراهيم ومحمد هاني،
احمد فتحي في خط الدفاع، خط الوسط عمرو السولية، اليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه، جونيور اجاييه، وصالح جمعه، ومعاهم حسين الشحات واحمد الشيخ، وليد سليمان، ومحمود كهربا. وقدام خط الهجوم طبعا المهاجمين معانا كابتن مروان محسن ومستر اليو بادجي. نتمنى ان شاء الله يكونوا موفقين ويحطوا بصمه في الاهداف اللي بتتحط في الماتشات اللي من النوع دي، من النوع ده ما بتنساهاش الجماهير. يعني في اهداف كده انا لو عرضتها النهارده لنادي الاهلي من 10 20 قول 30 سنه تفرح بيها كانها لسه داخله حالا. يعني في اهداف كان يعني من ضمن الحاجات اللطيفه اللي بيعملها جماهير نادي الاهلي على السوشيال ميديا، يقول لك الاهداف اللي هزت مصر. في اهداف اول ما دخلت في قول 70 80 مليون رجوا الدنيا. فانا بيتهيألي انه الماتشات اللي من النوع ده بتحط في ذاكره اللاعب وفي ذاكره الجمهور وفي تاريخ النادي لحظات طبعا ما بتنتسيش. نتمنى التوفيق لنجومنا. خليني اقول لحضراتكم كمان بالاضافه طبعا للطياره اللي سافرت النهارده على اير كايرو، هيكون النجم التونسي علي معلول اللي بيلعب ماتشه مع تونس النهارده اعتقد، وكمان الانجولي جيرالدو داكوستا هينضموا لبعثه الفريق ان شاء الله في المغرب بعد ما تنتهي مشاركتهم في معسكرات منتخبات بلادهم. لعيبه كتير قوي من القايمه متمرسين جدا في افريقيا، احمد الشناوي، وليد سليمان، احمد فتحي، ليهم خبرات كبيره يعني. معلول ده برضو عامل الخبره بيبقى مكسب كبير جدا للفريق. طبعا اكيد طبعا، وخصوصا ان انت بتتكلمي على لعيبه طبعا معظمها لعيبه دوليه عندها خبرات مع فرقها، عندها خبرات مع منتخباتها. فاعتقد ده ان شاء الله يمثل اضافه. نتمنى انه يكون يومنا ده نمره واحد، ونتمنى انه يكون اللعيبه في احسن حالاتها. في اوقات كتير جدا ممكن يبقى عندك لعيب تقيل قوي بس مش في يومه او مش في احسن حالاته. نتمنى ان شاء الله فرقتنا تكون فايقه. وانا شايف الحقيقه يعني حتى دردشت انا وساره قبلها على طول انه في نقل حصلت مع مستر موسيماني. يعني تتفق تختلف على تجربه فايلر اللي كانت بدايتها مبشره جدا، لكن انا بيتهيالي انه مع مستوى الاداء في بطوله الدوري في الفتره الاخيره لفايلر، ناس كتير جدا تراجعت نسبه امالهم وطموحاتهم فيما يتعلق ب بطولة أفريقيا. رجع ده تجدد بشكل كبير جدا مع العروض اللي قدمها النادي الأهلي مع تولي مستر موسيماني المسؤوليه الفنيه في النادي الاهلي. وان انت طبعا زي ما قلنا يا احمد اول ثلاث ماتشات ليك مع موسيماني اللي هم اخر ثلاث ماتشات الاهلي لعبهم في الدوري الفتره اللي فاتت، ان انت ما يدخلش فيك ولا جون، وسبيشلي او خصوصا في مباراه بيراميدز اللي هي انت بتلعب في ظروف صعبه قوي، كان في انت بتلعب مع فريق من اقوى الفرق هجومين في الدوري المصري ومطرود منك عمرو السوليه، وتلاقي برده ان انت في نظام في الدفاع وما بيدخلش فيك جون، دي حاجه طمنت جدا جمهور الاهلي على دفاع النادي الاهلي بالرغم من الغيابات الكتير اللي موجوده واللي احنا عارفينها وكنا قلقانين منها الفتره اللي فاتت. بس الماتش ده تحديدا يا ساره، يعني بعيدا عن فكره ان السكور خلص او الماتش خلص 0-0، الماتش ده كان فيه يعني اعتقد مستر موسيماني هيشتغل على المباراه دي وهيذاكرها مع فرقته بشكل كبير جدا، لانه كان فيه اخطاء للاسف شديد ساذجه من الممكن انها تكلفنا كتير قوي في ماتش زي ماتش الوداد. واعتقد طبعا انا مش بلوم طبعا يعني حمدي فتحي مشكورا طبعا بيسد فراغ غياب عدد كبير جدا من عناصر الدفاع الاساسيه، لكن لو احتاجنا ليه في ماتش زي ده محتاج يبقى فيه نسبه تركيز على ياسر ابراهيم. نفس الحكايه، مسؤوليه كبيره جدا عليكم، وانا اعتقد ان الرجاله قدها وقدود ومدركين تماما اهميه البطوله دي واهميه المباراه دي على وجه التحديد. المباراه دي عنق زجاجه. يعني ايه عنق زجاجه؟ يعني ان شاء الله باذن الله لو تخطيت المباراه دي او عديت الماتش ده بنتيجه ايجابيه، نتيجة إيجابية في مصلحتك، يعني أنا أعتقد أنك قطعت أكتر من 50 أو 60% للتأهل لنهائي البطولة أو الفوز بالبطولة. ليه بقول الكلام ده؟ لأنه الماتش العودة إن شاء الله على أرضك، وبالتالي هيبقى عندك أفضلية، والمباراة النهائية هتكون مباراة حاسمة. وأعتقد أنه الأهلي إن شاء الله أيا كان المنافس ليه لو وصلنا، يعني كان الرجاء كان الزمالك عنده القدرة إن شاء الله بإذن الله على حسم البطولة. خليني أقول لحضراتكم أن الجهاز الطبي بالأهلي وضع برنامج تأهيلي مكثف لمحمود كهربا لاعب طبعا الفريق، وده عشان ينفذه خلال تواجد بعثة الفريق بالمغرب علشان يقدر يكون جاهز للمرحلة اللي جاية. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أكد أن كهربا هيخضع لجلسات علاج طبيعي مع فحص
مستمر خلال تدريبات الفريق. وزي ما حضراتكم عارفين يعني انه كهربا كان ساب ماتش بيراميدز الاخير في بطوله الدوري المصري بسبب انه كان اشتكى من الام في العضله الخلفيه. وزي ما قلنا لحضراتكم يمكن انا واحمد كنا اتكلمنا مع كهربا امبارح وقال ان هو حاسس ان هو افضل بكتير، وزي ما اكدنا هو طبعا هيكون باذن الله يعني الفرص كبيره ان هو يشارك في المباراه حتى لو ما بداش اساسي. يا احمد احنا الحمد لله يعني خط النص بتاعنا وخط الهجوم بتاعنا اعتقد الحمد لله عندنا نجوم كتير وعندنا اسماء تقيله كلها اسماء تقدر تعمل فرق في المباراه وتضيف للنادي الاهلي. هو احنا مشكلتنا الحقيقه في خط الدفاع، وان شاء الله باذن الله يعني من مستوى الاداء احنا عانينا من المشكله دي في ماتش صعب جدا زي بيراميدز، ورغم كده الحقيقه الاداء كان يعني على مستوى عالي جدا والناس الحقيقه لعبت ماتش محترم جدا، ونتمنى ان شاء الله انه ده يستمر في المغرب. خليني اقول لحضراتكم بمناسبه الاجراءات الاحترازيه، الحقيقه يا ساره احنا عارفين طبعا انه عشان ما ننساش منتخبنا عنده ماتشين مهمين جدا، وقلت ان احنا موقفنا صعب في تصفيات التاهل. هو مش صعب قوي لانه المجموعه مش قويه قوي، احنا بنتكلم على كينيا وجزر القمر وتوجو، وبالتالي احنا بنتكلم على فرق مش من عيار تقيل في افريقيا يعني مقارنه بتاريخ المنتخب المصري واسماء اللي بيضمها المنتخب المصري. بس احنا تعادلنا مع كينيا وجزر القمر. تعادلنا مع كينيا ومع جزر القمر، وهنلاعب توجو في ماتشين، وتوجو تعتبر اعتقد يعني في تقديري هي المنافس الاقوى في المجموعة معانا، فاحنا هنلعب ماتشين توجو ورا بعض على طول. الماتش الاولاني هيكون هنا، وبعد كده هنسافر نلعب هناك 14 و 17 نوفمبر. والجهاز الاداري والطبي للمنتخب الوطني يمكن خد عده اجراءات طبعا قبل انطلاق المعسكر الخاص بمنتخب الفراعنه في نوفمبر المقبل بعد بقى نهائي افريقيا، عشان يستعد لمواجهه توجو 14 و 17 نوفمبر على التوالي. الماتش الاول هيكون على ارضنا، والماتش الثاني ان شاء الله هيكون في توجو. والاخبار الحقيقه احنا بنتكلم على تصفيات طبعا مؤهله لكاس امم افريقيا الكاميرون 2022. منتخب مصر الحقيقه يمكن استقبل او تلقى تقرير من السفاره المصريه في توجو. التقرير ده للاسف بيقول انه الفيروس كورونا منتشر هناك في الفتره الاخيره بشكل كبير، بالاضافه لمجموعه من العوامل اللي مش مطمئنه. اولا طبعا في ارتفاع في درجات حراره ورطوبه هناك، وفي توقعات انه في الفتره دي تحديدا يبدا موسم سقوط الامطار بغزار. عشان كده الحقيقه الجهاز الطبي والاداري اتفقوا على اتخاذ بعض الاجراءات الطبيه اللي هدفها هو الوقايه من فيروس كورونا قبل ان شاء الله رحله توجو. من ناحيته الحقيقه محمد بركات مدير منتخب قال انه او اكد على نفس الموضوع، وقال انه في طبعا ارتفاع في درجات الحراره في توجو في التوقيت ده، وانه فيروس كورونا منتشر لكن مش بشكل مخيف، ده على حد تعبيره مش بدرجه كبيره يعني. وقال انه منتخب مصر هيعمل مسحه قبل ما يسافر لتوجو بخمس ايام، ومسحه ثانيه بعد ما يوصل ان شاء الله بسلامه الله الى توجو. وفي نفس الاطار الحقيقه اتكلم بركات على انه في بعض التصريحات الصحفيه انه المنتخب هيلتزم التزام شديد بالاقامه في فندق اقامته في توجو لغايه لما تظهر نتيجه المسحه الثانيه ان شاء الله لفيروس كورونا. واكد انه الجهاز الطبي لمنتخب مصر تفقد فندق الاقامه في القاهره قبل مواجهه توجو عشان يتم تعقيمه وتامينه بشكل كبير والتاكد من تطبيق كل الاشتراطات الطبيه. بقى لنا فتره بنتكلم على رونالدو قد ايه يا احمد هو لاعب كبير وما بيشبعش بطولات، ومن الواضح ان احنا حسدناه. النهارده الاتحاد البرتغالي لكره القدم اعلن اصابه قائد المنتخب كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الايطالي بفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19. والاتحاد البرتغالي اكد في بيان لي ان الفحوصات اللي خضع ليها رونالدو جت ايجابيه وتم تشخيصه بالاصابه بالفيروس المتفشي. واكد كمان الاتحاد البرتغالي ان رونالدو في حاله صحيه جيده ما ظهرتش عليه اي اعراض للمرض وهيخضع للعزل الصحي حتى تعافيه للشفاء. بنتمنى له السلامه ويرجع بالف سلامه. موجه ثانيه من كورونا مأثره بشكل كبير، بس بيتهيألي انه برضه الى حد كبير العالم خد مناعه يعني ما اعتقدش ان شاء الله ده اللي نتمناه، نتمنى السلامه للجميع. ما اعتقدش انه تاثيرها هيكون بنفس القوه اللي حصلت، ونتمنى ان شاء الله يعني هو السؤال الاهم والابرز، هل عجز العلم وهل عجز العلماء وهل عجزت كل شركات الادويه في العالم كله بكل التقدم التكنولوجي عن مواجهه فيروس الحقيقه وضع الكوكب كله تحت الاقامه الجبريه. نروح لفيرمينيو طبعا البرازيلي لاعب نجم البرازيل ونجم ليفربول. فيرمينيو الحقيقه اتكلم على اكتر من لعيب منهم كابتن محمد صلاح المو، واتكلم كمان على نيمار دا سيلفا، واتكلم على
فيليب كوتينيو لاعيبه البرازيل ولاعيبه باريس سان جيرمان والبارسا. الحقيقه يمكن خلال تصريحات لفيرمينيو في موقع الفيفا، وخصوصا لما سالوه على عن اصابته للجول كيبر اليسون بيكر، قال في رايي انه اليسون هو رقم واحد، ومش بقول ده عشان هو زميلي في ليفربول ولا عشان هو بيحمل نفس جنسيتي، لكن الحقيقه اللي بيقدمه من مستوى على ارض الملعب شيء لا يصدق. قام بدور مهم جدا مع المنتخب، وخصوصا كمان انه خارج الملعب هو شخص مميز جدا ورائع جدا. اكيد يا احمد، يمكن عندنا كمان كلام كتير قوي عن مباراه الاهلي والوداد مع احمد بعد الفاصل. أمال وأحلام، جماهير اثنين من أكبر الأندية العربية والأفريقية معلقة بالمواجهة المرتقبة بين الأهلي والوداد يوم السبت القادم. الحقيقة يمكن زي ما قلت لحضراتكم مواجهة من عيار التقيل، ومش أول مرة الحقيقة، في تاريخ طويل من المواجهات بيجمع بين الأهلي والوداد في لقاءات بتوصف دايما بأنها لقاءات نارية. المواجهة بعيون مغربية هتكون من خلال لقائنا من مع كابتن حسن بن عبيشة نجم نادي الوداد والمنتخب المغربي وأحد النجوم المغربية اللي حصلت على دوري أبطال أفريقيا سنة 92، ضفنا من خلال الفيديو كونفرنس. كابتن حسن مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير وشكرا، وأنا جد مسرور بوجود معكم في مع نادي من أكبر الأندية الإفريقية، وشكرا على الاستضافة. كابتن حسن، خليني في البداية أتكلم معاك عن مواجهة يوم السبت، وأعتقد أنه لا حديث في مصر أو في المغرب سوى عن مباراتي طبعا قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا. بنتكلم على مواجهة مصرية مغربية خالصة، الأهلي بيلعب مع الوداد، يليها لقاء الزمالك مع الرجاء. إزاي بتشوف، هتكلم طبعا على الماتش اللي يهمنا، ماتش أو مباراة الأهلي والوداد، كيف ترى هذه المباراة من حيث الظروف والمقدمات التي سبقتها؟ عندنا الأهلي حسم بطولة الدوري البطولة المحلية، في حين أنه رجاء الوداد لم يتمكن من ذلك. إزاي بتشوف استعداد كل فرقة لهذا اللقاء؟ كان ضمن طبق كروي من أحسن ما يكون، لأنه جوج أكبر الأندية المصرية ضد جوج ديال الأندية في المغرب، رجاء والوداد وكذلك الزمالك والأهلي. وكنظن بالنسبة للأهلي والوداد مش أول مرة غيتقابلوا، لأنهم في ست سنوات كنظن بأنهم تقابلوا أكثر من ثلاث مرات، ولكن في النهاية وفي 2017 واليوم في نصف النهائي، فكنظن بأنه ما غاديش يكون بنفس الحدة ك2017، لأنه بدون جمهور، فكنظن بأن مقابلة بدون جمهور كيكون الطعم ديالها أقل، ولكن كيبقى ديما نادي الأهلي كنظن كان من أندية الكبيرة اللي كانت تعرفها الساحة الإفريقية، كانت مسيطرة على 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 الكؤوس الإفريقية في أكثر من 10 سنوات، ومن بعد جاء واحد فترة فراغ، ومن بعد كنظن هذه 5 سنوات أو 6 أرجع يمكن الأهلي المكانة ديالو، ولكن ماشي بديك القوة اللي كانت هذه 10 سنوات، ولكن على الأقل كيدوز الدور الأول
وكينهزم اما في النهائي ولا في نصف النهائي في 5 أو 6 سنوات، ولكن كيبقى ديما الاهلي بالعناصر ديالو كيبقى ديما نادي مؤلاء فريق مخيف للجميع الانديه الافريقيه. وكنظن بانه مع الوداد فاللاعبين جميع اللاعبين كيعرفوا بعضياتهم. طب كابتن حسن، الاهلي اللاعبين اللي كانوا نعم، خليني اقف مع نقطه تحديدا نقطه خاصه بالاداره الفنيه او بالجهاز الفني لكلا الفريقين. يعني في مصر نظن انه تغيير الجهاز الفني للنادي الاهلي قبل مواجهه الرجاء جاء باثر ايجابي الى حد كبير، تحسنت عروض النادي الاهلي وكان عنده طبعا من فتره حسم بطوله الدوري. هل بتظن انه تغيير الاداره الفنيه او الجهاز الفني في نادي الوداد قبل مواجهه الاهلي في نصف نهائي دوري الابطال يؤتي ايضا باثار ايجابيه، ولا ترى انه ممكن يكون ليه تاثير سلبي خصوصا مع ضياع بطوله الدوري العام في المغرب؟ فكنظن بانه الاندي النوادي بحال الوداد وبحال الاهلي، فكنظن بانهم عندهم مسؤولين رياضيين اولا، انه كان عارفوا الرئيس ديال الاهلي فمحمود الخطيب كان من احسن اللاعبين، فما كنظنش ان محمود الخطيب الا غادي يغير مثلا المدرب غادي يكون خطا، لانه هاد الانديه لا الاهلي ولا الوداد كيعرفوا القيمه ديال النادي ديالهم. فانا بالنسبه للوداد خاصه كنت ديما مع تغيير المدرب، لانه المدرب اللي كان الاسباني اللي كان اقبل فغاريدو انه غاريدو، فصراحه ما عمرني ما تكلمت على شي مدرب، ولكن التغييرات حتى كان مع فريق الرجاء البيضاوي تم الاستغناء عليه كنظن بسبب التغييرات، وكذلك في العين الاماراتي، وكذلك في النجم الرياضي النجم الساحلي التونسي. فهذا اللي خلى ان فريق الوداد من بعد التعادل امام الجيش الملكي تم الاستغناء ديالو، وكان المدير الرياضي انذاك كامودي هو اللي خد الامور بجديه، وكنظن فهو الى من ما حققش اللقب فهو كنظن بانه حتى المركز الثاني، لان الوداد كانت عندها غيابات كبيره وكانت العناصر اللي كانت عناصر شابه، ولكن بحال نادي الاهلي كنظن استغنى على المدرب وفاز بالدوري والان في نصف نهائي. فكنظن بالنسبه لهذه الانديه هذو فما كاينش مشكل ديال تغيير المدربين. لمن تميل الكفه في مواجهه الاهلي والوداد، وهل تؤثر فكره انه مباراه الذهاب تقام في المغرب اولا ثم مباراه العوده في القاهره على حسم النتيجه من وجهه نظرك؟ والله يا كابتن انا 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 نقول لك الصراحه، كون كان الجمهور نقدر نقول لك بانه فريق الوداد يقدر يحسم المقابله هنا في مدينه الدار البيضاء صراحه، لانه الجماهير هنا في مركب محمد الخامس كدير واحد الدعم لهاد اللاعبين هادو، دعم كبير وكبير بزاف، كذلك في مصر بالنسبه للفريق النادي الاهلي. ولكن الان فريق الوداد البيضاوي ما اثرش عليه عدم الفوز باللقب، ولكن اللي اثر عليه هو عده غيابات من خاصه تقريبا هذه 6 شهور، والفريق الوداد يعاني من جميع المدافعين فهما غايبين بعده اسباب، اما تغيير النادي كاللاعب الناهيري اللي كان كنظن بانه كان هو الهداف رغم انه كيلعب ظهير ايسر فهو كان هداف ديال البطوله الافريقيه، وكذلك اصابه كومارا وكذلك داري، فالان كيلعبوا اللاعبين اللي كانوا في وسط الميدان هما اللي كيلعبوا مدافعين، فكنظن هذا هو اللي غيكون حافز سلبي بالنسبه لفريق الوداد. كذلك كاين المدافع المهم لفريق الاهلي كنظن حتى هو غيغيب على المقابله، ولكن كتبقى مقابله كتلعب في جوج ذهاب واياب، هنا كتبقى تقريبا 50% الوداد و 50% النادي الاهلي. اذا كنا بنتكلم على المواجهه المرتقبه يوم السبت القادم، ازاي حضرتك بترى انه طريقة اللعب أو من الممكن مواجهة النادي الأهلي في المغرب، وهل تتوقع أن المباراة تكون مباراة هجومية صريحة من جانب نادي الوداد؟
كما قلت لك الكابتن، فكنظن بانه غادي تكون هجوميه من 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 الانديه بجوج، لانه حنا شفتوا تقريبا عده مرات جميع الكؤوس الافريقيه كنلاحظوا جميع المقابلات لا ديال الوداد ولا ديال الاهلي، فريق الاهلي ما عمره ما لعب دفاع، فهو فريق تقريبا 80% هجومي، لا في الملعب ديالو ولا خارج الملعب ديالو، كذلك فريق الوداد. ولكن كنظن بانه اللي كان غادي ياثر على فريق الاهلي في المقابله هو الجمهور، فنظن كما قلت لك انا كنعطي ديما 50-50%، ونتمنى ان شاء الله ان كنظن ان هذه المقابله ديال الذهاب غادي تلعب على جزئيات صغيره، لانه الفريقين كيعرفوا بعضياتهم بشكل كبير، وكنظن حتى المدرب الجديد ديال الاهلي فهو كيعرف اكثر كيعرف فريق الوداد، لانه كل سنه كيلعب تشامبيونز ليغ مع الوداد الي وروتور اللي هو بيتسو، وهذا المدرب انا شخصيا كنعرفو عن قرب، لانه معنا في 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 في, في, في لاسي لا ليسونس كاف برو اللي كدار هنا في المغرب، تقريبا قضينا مع بعضياتنا 7 ديال الدورات التكوينيه في سنتين ونصف، فكنظن كنعرفوا كيفاش كيخدم المدرب اللي كيعتمد على 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 مشاهده المقابلات ديال الفريق الخصم وكيدرسها بشكل كبير، فكنظن بانه المجيء ديالو الاهلي غادي يعطي واحد دفعه كبيره للفريق الاهلي. صحيح. وكما قلت لك اللي كيبقى ديما مباراه في كره القدم ديما كنتسناو اليوم المقابله، لانه حتى واحد ما يقدر يعرف كيفاش غتكون الاداء ديال اللاعبين الا في وقت المقابله، والخدمه ديال المدرب دونك في اخر حصه تدريبيه كتسالي الخدمه ديالو، وكيبقاو لي زاكتور كما كيقولوا الممثلين الكبار هما اللاعبين اللي غادي يشوفوا كيفاش تكون لا فورم ديالهم في يوم المقابله. كابتن حسن بن عبيشة بشكرك شكرا جزيلا، يمكن النقطه اللي ختمنا بيها حوارنا يمكن توضح الى حد ما نقطه ايجابيه بتصب في مصلحه النادي الاهلي، نتمنى له في النهايه طبعا انه يتفوق على الوداد ذهابا وايابا، وان كنا نكن طبعا كل احترام وتقدير لاشقائنا في المغرب، كل الشكر والتحيه والتقدير لحضرتك على التواصل معنا في السادسه وعلى شاشه النادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم ان احنا يمكن عملنا مقارنه بعد طبعا يعتبر الموسم عندنا منتهي تقريبا في مصر وانتهى بالفعل في المغرب، وفي ماراثون الحقيقه طويل امتدت المنافسه فيه بين الرجاء والوداد ليمكن الدقائق الاخيره من عمر المسابقه، قدر الرجاء انه يحسم البطوله في الدقيقه 89 من اخر مباراه في الدوري المغربي ويفوز بالبطولة بفارق نقطة واحدة بس عن الوداد. ده يبين لحضراتكم قد إيه أنه البطولة في المغرب فيها منافسة عالية، أو أنه البطل والوصيف المسافة بينهم كانت قريبة، لكن شتان الفارق في الأرقام والإحصائيات ما بين بطل الدوري في مصر وبطل الدوري في المغرب. خلونا نستعرض مع حضراتكم مجموعة من الأرقام اللي تدي لحضراتكم دلالة عن مشوار وأرقام ونسبة سيطرة الأهلي على البطولة في مصر وإخفاق الوداد في البطولة المغربية. خلينا نتابع مع حضراتكم مجموعة من الأرقام، ده طبعا مشوار الأهلي والوداد خلال الدوري في الموسم الحالي. الدوري أو الأهلي لعب في الدوري 33 مباراة ينقصه مباراة واحدة وأخيرة، قدر يحقق الترتيب أو المركز الأول. إجمالي عدد النقاط اللي حصل عليها النادي الأهلي 86 نقطة من خلال 27 فوز، ودي نسبة طبعا بتتفوق على الوداد بشكل كبير. الوداد لعب في المغرب 30 مباراة، حقق المركز الثاني، حقق 59 نقطة إجمالي عدد نقاط، طبعا في فرق كبير رغم التقارب في عدد المباريات اللي لعبها النادي الأهلي ونادي الوداد، احنا بنتكلم على 33 و30، إلا أن النادي الأهلي عدد النقاط اللي قدر يحققها يكاد يكون مرة ونص بالنسبة لنادي الوداد. عدد مرات الفوز 27 مباراة، وبالمناسبة الأهلي هو أقوى خط هجوم في الدوري المصري. الخسارة تعرض النادي الأهلي الخسارة واحدة فقط وتعادل 5 مباريات، وبرضو زي ما الأهلي أقوى خط هجوم كان نادي الأهلي السيزن ده، واحد من أهم أرقامه أنه أقوى خط دفاع وأكبر عدد من المباريات الكلين شيت زي ما بنقول، في حين أنه الرجاء حقق الفوز 17 مرة بس من 30 مباراة، وال 13 مباراة تانية كانت 5 خسارة أو 5 هزايم في بطولة الدوري و 8 ماتشات تعادل. بالنسبة للأهداف الأهلي قدر يحقق 71 هدف وعليه 8 أهداف فقط
بالنسبة للوداد قدر يحرز 52 هدف ودخل مرمى 28 هدف. ولو حضراتكم تفتكروا في تحليلنا في واحدة من الحلقات السابقة طبعا لماتشات أو لفريق الوداد كنا اتكلمنا على قد إيه إنه خط الهجوم وخط النص في الوداد بيضم عدد جدا مميز جدا من اللاعبين، راس الحربة كاسونجو راس حربة مميز جدا، عندهم على الأطراف إسماعيل حداد وأوك والاثنين طرفين في منتهى القوة بيتميزوا بالمهارة العالية، بيتميزوا بالسرعة، بيتميزوا بالقدرة على التسديد، ومن ورا دول بيجي وليد الكارتي وده واحد من أخطر مفاتيح اللعب في نادي الوداد. على العكس من ده الحقيقة أنه في خط الدفاع بيعاني فريق الوداد من اهتزاز شديد ومشاكل كبيرة جدا وأغلبها متعلقة بارتكاز قلبي الدفاع اللي بيعانوا من مشاكل، ويبدو ان في عدم تفاهم وانسجام شديد جدا بينهم، وده اللي ادى انه دخل في مرمى الوداد في الموسم الحالي 28 هدف، وده يمكن يكون واحد من مواطن الضعف في فرقه الوداد اللي بتمنى طبعا ان نجومنا وفريق النادي الاهلي يستغلها افضل استغلال في المواجهه القادمه. فقراتنا في السادسه مستمره مع حضراتكم، هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، تابعونا. برحب بحضراتكم مرة تانية، وعندنا كلام كتير قوي لسه مكملين عن مباراة الأهلي والوداد والحلم الأكبر أفريقيا إن شاء الله التاسعة للأهلي بإذن الله. كلام كتير قوي مع كابتن عبد الله جلال نجم من نجوم النادي الأهلي. برحب بك يا كابتن، منورني في برنامج السادسة. أهلا وسهلا بحضرتك، وده نورك ونور السادة المشاهدين وجمهور النادي الأهلي. طيب احنا هنتكلم كتير قوي على مباراة الأهلي والوداد والأهلي بشكل عام الموسم ده، بس خليني بس سؤال كده في الأول عن حضرتك، كان إزاي تم اختيارك للعب للنادي الأهلي؟ والله في الاول يعني هي القصه كلها، يعني مش عايز اقول لك ان الحظ لعب لعبته في الوقت ده، يعني والدي الله يرحمه كان مهتم جدا بموضوع الدراسه وانا كنت بلعب في نادي صغير في مركز شباب السويس، ويعتبر كان المفروض ان هو اخر ماتش ليا، وكان والدي مش موافق ان انا اروح الماتش ده، وكان خلاص ده اخر حاجه والمفروض ان انا اخش في دراستي واركز في دراستي. وشاءت الظروف ان الكابتن احمد الطيب المعلق الرياضي كان هو المدرب، هو المدير الفني بتاعي في الوقت ده، هو كان هو اللي بيدربني، اتصل بيا وقال لي ان النادي الاهلي مهتمين بيك، بس انت لازم يعني يشوفوك في مباراه. فالحمد لله عملوا مباراه وديه بين الفرقتين، والحمد لله اجدت فيها بشكل كويس، والناس اثنت عليا في النادي الاهلي. وكان في الوقت ده على ما اتذكر كان كابتن محمد وهبه هو المدير الفني لفرقه 14 سنه، وضمني في الوقت ده، وكان موجود تقريبا مستر كروفر كان هو المدير الفني لمدرسه الكوره، والحمد لله اثنى عليا بشكل كبير يعني في الوقت ده، وتم انضمامي للنادي الاهلي الحمد لله. طب كابتن، خلينا احنا دلوقتي في مرحله جديده، بيتو موسيماني مسك الفريق من فتره مش كبيره طبعا، يعني يمكن خلال 10 ايام اللي فاتوا دول. من خلال متابعتك للمباريات الثلاثه اللي لعبها الفريق تحت قياده موسيماني، امبي والمقاولين وبيراميدز، شايف ايه الاختلاف عن الفتره اللي قبلها؟ ايه اللي شايفه اتغير في الفريق الفتره الصغيره دي؟ خليني ارجع شويه ورا كده، يعني من قبل ما مستر ريني فايلر يمسك المهمه دي، دايما بتبقى اول قاعده اساسيه ان اي مدير فني بيلعب عليها هي الحته النفسيه لاي لعيب كوره سواء صغير او كبير. المدير الفني لو قدر يتحكم في الريتم النفسي او الباع النفسي بتاع اللعيبه اكيد هيتحكم في الريتم وهيتحكم في كل حاجه تكتيكيه او فنيه جوه الملعب. ريني فايلر اول ما جه النادي الاهلي كان يعتبر الى حد ما اللعيبه مجهده سواء نفسيا عندها ضغوط نفسيه بسبب ضغط الماتشات والخروج من افريقيا، وفي نفس الوقت انت واخد بطوله الدوري العام يعني بعد مجهود طويل من ان انت تبقى في القاع وتوصل ان انت تاخد الدوري ده، طبيعه النادي الاهلي الحمد لله ان هو بيقاتل لاخر مباراه. فالعامل النفسي اللي بيلعب عليه اي مدير فني هو اللي بيقدر يحرك الجمل الفنيه والجمل التكتيكيه لاي مدير فني.
نرجع بعد كده نعدي الموضوع شويه ان احنا الريتم او التكتيك بتاع النادي الاهلي اتغير من 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 مستر لسارتي لمستر فايلر لغايه ما حصل جائحه كورونا. كان التركيز كله ان انت سواء نفسيا او فنيا خلاص الفرقه نفسها سيستمت نفسها ان في ريتم معين وفي تكتيك معين ماشي عليه وفي نظام خاص بالمدير الفني ان هو ازاي عامل اللاعب بتاعه نفسيا. بعد كورونا وبعد ما الفريق رجع طبعا حصل الضربات اللي الناس كلها عارفاها ان مستر ريني فايلر هو مركز مع اسرته والقصه فخرج بره جو التركيز وبالتالي اللعيبه نفسها خرجت بره الشحنه المعنويه اللي هو كان جاي بيها. هنرجع نخش على مستر موسيماني فنيا بقى الاختلاف فنيا ونفسيا برضه. لا ما هو نفسيا هو لعب عليها نفسيا انه وهديكي مثلا بحته نفسيا ان مثلا واحد زي صالح جمعه الفتره الاخيره طبعا وكله لا يخفى سر على احد ان هو قاعد مع صالح جمعه واتكلم معاه ده يدل على ان المدير الفني اي مدير فني هتلعب على الحته النفسيه مع اي لعيب كوره 50% او 60% من مستوى اللعيب بيطلع لفوق. لو انا اتكلمت بس لما يقعد مع صالح جمعه ويقول انا ماليش ايوه طبعا انا باكد كلام حضرتك انه انا ماليش دعوه باللي فات وماليش دعوه بالسوشيال ميديا بتقول ايه ماليش دعوه بازمتك مع المدرب اللي قبلي ايه وكل اللي يهمني ان انا شايف دلوقتي لاعب بامكانيات كويسه جدا وعايز اعتمد عليه وهيبقى له شان تاني لو ركز في التدريبات ده طبعا فعلا بيورينا قد ايه الراجل ده عارف يتعامل نفسيا مع اللعيبه. ما انا ده اللي بقول لحضرتك عليه ان هو انت في الحاله النفسيه عند اي لعيب بتدي من 50-60% من ان انا ادي المطلوب مني للمدير الفني على حسب المطلوب مني جوه الملعب. اما بقى بتتكلمي تكتيكيا او فنيا جوه الملعب ففي اضافه جديده ويمكن الى حد ما رجعنا لعصر الجيل الذهبي مستر مانويل جوزيه ان كان في الوقت ده مستر مانويل جوزيه كان بيلعب ضغط عالي من فوق ده بشكل واضح للناس كلها دي نمره واحد نمره اتنين واضح في نص الملعب ان انت بعمل جمل تكتيكيه سواء بتبدا من تحت من المدافعين او من حارس المرمى بس خلينا نتكلم في نص الملعب وهو المحور دايما في اي جمله تكتيكيه. نص الملعب لو قدر يربط مع الدفاع في الوقت اللي انا عايز اخرج بيه هجمتي منظمه من تحت هقدر اكمل كمان مع هجمتي سواء مع الدفاع او مع الهجوم قدرت اسيطر على نص الملعب اذا المدير الفني بينجح 100% ولو في اكتر من 100% كمان هيبقى في طلوع اكتر على المرمى يا كابتن بنطلع فيه خلق هجمات وخلق فرص كتير. انا بكلمك ان هو نص الملعب نص الملعب الفتره اللي فاتت لما كان بيضيع من النادي الاهلي وبالذات انا بقول لك بعد جائحه كورونا دي خلاص كان نص الملعب بيتوه ليه؟ لان مفيش حاجه واضحه او مفيش واجبات او في التزامات من نص الملعب ان انا اديها واكمل بيها مع الناس المهاجمين بتوعي فاصبح ان انا دلوقتي ماليش شكل هجومي كل اللي انا بعمله ان انا بنقي الكوره بس بنقي الكوره كده اللي هو ايه مجرد استحواذ سلبي زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره لكن انا بتكلم ان انا كجمل فنيه بطلع من ببدا الهجمه من اول حارس المرمى وليه استفادته خلاص وببدا الهجمه مع المدافعين وليهم واجبات بتنتهي ان هي اسلم الكوره لاقرب واحد في نص الملعب لازم يفضي نفسه ودي معروفه ده يعني واضحه للناس كلها والجمله الاخيره بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها ان هو وجه التشابه بينه وبين الفتره اللي هي بتاعت مستر مانو جوزيه ان انت بتحاول تخلي اللعيبه بتلعب بتاعتك من لمسه ولمسه ولعبه وده اللي كان يعني بقول لك وجه التشابه ووجه المقارنه بين مستر موسيماني ومستر ريني فايلر. طيب شايف مشكله الغيابات اللي في الدفاع دي ممكن ازاي يتغلب عليها؟ والله هو نجح يعني عايز اقول لك ان هو نجح بشكل مثلا نقول مثلا 70-80% لان برضه ما اقدرش اقول لك نجح ب 100% لان كل العناصر اللي لعبت في الوقت ده في خط الدفاع مش مركزها فهو بحكم او ممكن نسميها بوجه التشابه كده بين في فرق ما بين مطرب مغني فالمطرب هتلاقيه بياخد ويطلع مع المقامات لكن انا بتكلم في مثلا في لعيب بيأدي ممكن احطه ماتش ممكن احطه اتنين ممكن احطه ربع ساعه هيأدي وهيأدي على حسب المطلوب وخبرته في المكان ده وعلى قد المطلوب منه في المكان ده لكن مش هيقدر يستمر ما يقدرش يستمر زي اللعيب اللي هو اصلا ده مكانه فانا عايز اقول لك ان هو نجح بنسبه 70-80% ليه؟ لان برضو الظروف من ماتش لماتش بتختلف يعني معلش مع احترامي لكل الفرق اللي احنا النادي الاهلي لعبها
في فرقة قوية هجوميا، في فرقة ضعيفة هجوميا، فما جاش عليك الحاجة اللي هي برضو تتحسب على ان الناس دي أدت. فانا ما اقدرش اديله العلامة الكاملة، بس اقدر اقول ان هو أدى في المكان ده على قد المطلوب منه. وبالرغم من ده كله برضو هرجع اقول ان طول ما هو الاداء والريتم انا كفريق النادي الاهلي بتحكم فيه، اصبح ان اقل الاخطاء هتيجي عليا ومش هيظهر عندي عيوب في الدفاع، وده اللي كان موجود في الفتره الاخيره الحمد لله. طب ايه رايك في فكره اعتماده شويه او الدفع ببعض الناشئين، سواء شفنا العربي بدر او شادي رضوان، وقال انه ارميهم في البحر مع القروش وهم يعرفوا يعوموا؟ لا هو مش يرميهم في البحر. انا عايز اقول لك انا بتبسط جدا يعني لما يبقى في حد من ناشئين النادي الاهلي بيطلع من الفريق الاول ويتمرن، لان الواحد بيفكر يعني بيستعيد الذكريات ان هو كان في الفتره دي برده بدا يطلع فريق اول ويتمرن ومع نجوم برضو كبيرة، وفي نفس الوقت ان انا لما اخد فرصة في وسط الكوكبة دي او في وسط الاحداث دي واظهر بشكل مميز، دي بتديني دافع ان انا بعد كده مش هقولك بقى ان انا هرضى ان انا اقعد على الدكة او ان انا اجي مع الفرقة بشكل مشرف وخلاص وانا جيت وحضرت. لا انت يا كابتن كنت مع ناس اكبر منك برضو في الاهلي صح؟ انا ظهرت مع الجيل الذهبي زي ما بيقولوا كده، كابتن ابو تريكة وكابتن محمد بركات وكابتن وائل جمعة، اتعلمت من الناس دي حاجات كتير يعني الحمد بس لله. بس بيبقى ضغط برضو ان انت بتلعب مع نجوم كبار وعايز تبان. اكيد ضغط عصبي كبير ان انت يعني الواحد بيفكر في مليون تفكير. بس اساس زي ايه مثلا يعني اساس تفكيرات كلها ان انا عايز اظهر في وسط الكوكبه دي، عايز اسمي يتلمع زي اسم الناس دي، عايز اظهر باقل الاخطاء الناس اللي هي تشاور عليا تقول مثلا لا والله اللعيب ده عبد الله جلال يعتمد عليه بشكل كبير، مش شكل ان انا زي ما قلت لحضرتك كده اللي هو ايه انا جاي النهارده هقعد على الدكه او جاي النهارده مكمل مع الفرقه وخلاص. بس الحمد لله في ظل ان العدد والتخمه اللي كانت النجوم كان في خط الدفاع او في الفرقه بالكامل، الواحد الحمد لله مع الاجتهاد وشويه والمثابره الحمد لله الواحد قدر يظهر في وسط الناس دي كلها الحمد لله. طب لو جينا اتكلمنا على مباراه الاهلي والوداد، شايف فرص الاهلي ازاي؟ شايف الماتش ده ازاي؟ احنا كنا بنتكلم انه قد ايه البطوله دي باذن الله لو الاهلي قدر يحققها وان شاء الله تكون من نصيبنا، هيبقى ليها فرحه كبيره قوي، مش بس علشان احنا بقالنا فتره عايزين افريقيا وعايزين اللقب التاسع، ولكن كمان لانه الظروف صعبه. يعني احنا النهارده احنا بنتكلم على الفرقه ومسحه كورونا ولازم قبلها ب 48 ساعه ولسه لما يروحوا، وكمان قوه المنافسه في المربع الذهبي، وانت بتتكلم على الوداد لعب فريق قوي جدا في الدوري المغربي وكان بينافس على الدوري المغربي مع الرجاء اللي هيلعب الزمالك لحد اخر لحظه، ورجاء قدر ان هو يحسم الدوري، وبتتكلم على فريق الزمالك فريق مصري، يعني انت بتتكلم على الاول والثاني في المغرب والاول والثاني تقريبا في مصر. فالمنافسه قويه قوي، فلما بتاخد البطوله طبعا بعد منافسه قويه جدا بتفرق جدا. ولكن لو جينا نتكلم على الاوراق اللي معانا على ارض الواقع، شايف ازاي المواجهه دي ما بين الاهلي والوداد في مبدئيا كده مباراه الذهاب في المغرب؟ بص هو مبدئيا يعني اي مباراه خارجيه بيبقى طبعا يعني بيبقى ليها حسابات خاصه. مش عايز اقول ان الثقافه القديمه اتغيرت، وبالذات اللي غيرها مستر مانو جوزيه، يمكن هو اللي حط القاعده الاساسيه ان انا عود الجماهير ان هو بره زي جوه. ليه بره؟ انا بدور على المكسب برضه. كان زمان الفرقه المصريه، معلش مع احترام لكل الفرقه المصريه بتشارك في البتاع، نقول بره بنطلع باقل الخسائر، اتعادل سلبي اتعادل ايجابي اخسر 1-0 مش مشكله، المهم ان انا هرجع هنا في بلدي حضر تحضير كويس قوي عشان اكسب واعوض اللي حصل فيها بره. لا دلوقتي معلش كل فرق العالم، وبالذات خلينا نتكلم بشكل خاص على النادي الاهلي، انا فريق بطل يعني انا وصلت نهائي مرتين، معلش مع احترامي لكل الفرق، وصلت سنتين ورا بعض نهائي، وللاسف مع بجانب الظروف الخاصه اللي حصلت ان احنا خسرنا النهائيين الحمد لله، ولكن هتعوض ان شاء الله في البطوله اللي جايه باذن الله. دايما الفريق البطل بيبص دايما على المكسب، لان اقل الخسائر بتاعتك دلوقتي في الوقت الحالي ان كل الفرق دايما بتدور على المكسب، لان انا كسبت خارج ارضي خلاص بس بشكل تكتيكي جداً. على ارضي انا جاي كسبان. لو خسرت خارج ارضي لا طبعا انا بقول لك انا لو كسبت بره ارضي، دي هبقى مرتاح جدا، خلاص انا هرجع هنا مرتاح والعب واخف الضغوط من عليا. لكن لو لا قدر الله العكس بتبقى الموضوع صعب. حاجه تانية
تكتيكيا وفنيا انت بتتكلم من ان فرقه الوداد برضو فرقه قويه بس برضو نفس الظروف مشابهه الى حد ما، يمكن انا تابعتهم 3 4 ماتشات الفتره اللي فاتت، يعني رجوع بعد كورونا مش نفس الفرقه اللي كانت بتلعب برضو قبل كورونا، يمكن يعني كان في تقريبا ديربي بينهم من قبل كورونا تقريبا، كان تقريبا تعادلوا 4 4. الفرقه فعلا قويه لكن بعد كورونا لا، الوضع اختلف بجانب ان هم عندهم المشاكل الاداريه، بجانب المشاكل الفنيه ان في لعيبه مشيت وفي لعيبه انضمت، فكل ده ليه تاثير. ارجو ان يعني اعتقد ان شاء الله ممكن دي تبقى عوامل في صالح فرقتنا. احنا القصه كلها برضو فرقتنا، برضو عايز اتكلم في نقطه سريعه، يعني التكتيك بتاعنا ما اتغيرش كتير. مستر موسيماني يعني يمكن لما جه ما اضافش كتير غير اللي هو اللمسه بتاعته كمدير فني، اللي هو حته ان انا اتحكم في رتم الماتش سواء في نص الملعب او ان انا اطلع بالهجمه منظمه من تحت. دي ادت الثقه بنسبه كبيره لفرقه النادي الاهلي ان هي يبقى لها شغل معين توصل بيه لغايه ما تفنش الهجمه على المرمى. هنتكلم اكتر يا كابتن عن مباراه الاهلي والوداد، وعلى انه حضرتك شايف انه هيبقوا متاثرين بسبب المشاكل اللي عندهم الفتره اللي فاتت او بعد العوده من فتره كورونا، بس بعد الفاصل. نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه نكمل حلقتنا. كابتن عبد الله جلال وكان بيتكلم معايا في الفاصل انه في مشاكل في دفاع نادي الوداد من خلال متابعتك لي يا كابتن، فقول لي كده المشاكل. والله يعني المشاكل يعني انا بقول لحضرتك زي ما في الاول كده، قبل كورونا كان في ديربي بين الرجاء والوداد وظهرت العيوب دي بشكل كبير. يمكن ظهرت برضو عندهم برضو قلبين الدفاع فيهم برضو لعيب كده يعني يعتبر الى حد ما في قلتلي بطيء شويه، بطيء شويه وفي نفس الوقت عنده تهور، كان اتحسب عليهم تقريبا ضربه جزاء في الماتش ده. في نفس الوقت حتى في الماتشات اللي فاتت بيبان في الريتم بتاع ريتم الماتش، سواء في ان الفرقه بتاعته فرقه الوداد بتخرج من تحت لفوق، سواء ان هو في الحاله الدفاعيه ان هو بيخرج الكوره في عنده سنه بطء كده، بس عندهم بشكل مميز يعني الباك ليفت بتاعهم حاجه كويسه، ان شاء الله اللي هيلعب في الجبهه دي ان شاء الله يقدر يسد معاه ان شاء الله ويبقى حاجه مميزه ويعمل عليه ماتش. بس من كلام حضرتك انك مطمن، يعني مطمن للمباراه، مش حاسس ان الوداد بالقوه دي اللي احنا مثلا بنتكلم في عليها؟ في حاجتين مطمنيني الصراحه، يعني اولا موضوع الجماهير، جماهير شمال افريقيا دايما بتبقى صعب. عامل اساسي مؤثر في ان اي فرقه هناك بتروح، مش عايز اقول لك تخسر او تتعادل بس يبقى النتيجه في صالح الفرقه بتاعته، دي حاجه يعني دي حاجه، الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه قصه ان طول ما انا حاسس ان انا هقدر انفذ الشغل المطلوب مني من المدير الفني بتاعي اللي هو مستر موسيماني، واقدر مش عايز اقول يعني عايز اقول مصطلح كويس اللي هو يتحسب عليا كويس، مش عايز اقول قصه ان انا اقدر اجاري يعني، بس عايز اقول ان انا هقدر انفذ التعليمات المطلوبه مني اللي اقدر اوصل بيها لمرمى الخصم بحيث ان انا اخف الضغوط من عليا، سواء حتى لو عندي تقصير في الحته الدفاعيه ان في عندي نقص في الحته الدفاعيه دي عشان اتغلب عليها زي ما قلت لحضرتك في الاول، ان طول ما انا في نسق بين نص الملعب والمدافعين وبقدر اوصل الكوره للتلت الهجومي واقدر افنش بيها حاجه هجمه خطر على المرمى او افنش بيها جول هشيل الضغط واخف الضغط من على خط الدفاع. طب يعني انا اقدر اقول من خلال متابعتك لفريق الوداد المغربي ومن وجهه نظرك ان دفاعهم حاليا مش اقوى حاجه؟ لا مش اقوى حاجه، مش اقوى حاجه. لا لا انا تابعتهم بشكل مباشر وقبل يعني كورونا وبعد كورونا، قبل كورونا وبعد كورونا. الريتم حتى انا عايز اقول يعني بالرغم ان عندهم اطوال وعندهم اجسام بس حتى الكور هم مميزين في الكور الثابته اللي ليهم، لكن حتى الكور العرضيه عليهم في منها حتى انا بختص ليه الماتش ده بالذات، لان يعني دايما الماتشات اللي هي القويه هي اللي هي بتظهر اللي بتبين. هي اللي تبين كل حاجه، يعني يمكن الرجاء اتعادل معاهم في الماتش ده تقريبا في الدقيقه حاجه و90 تقريبا ومن كره عرضيه ودخلت فيهم برضه،
فدي هي ليها عامل برضو، مش معنى ان انا مدافع وجسم وطول والكلام ده كله فبيبقى ليه عيوب، والعيوب دي بتبان في الماتشات القويه. طب في تقارير مغربيه كانت طلعت من فتره كنا بنتكلم عليها ان الوداد فنيا مش افضل حاجه دلوقتي ومش احسن حاجه، ايه الغرض منها يا كابتن؟ لا دي المسكنات دايما بيلعب عليها شمال افريقيا. يعني انا الواحد من واقع خبرته يعني لعب هناك في شمال افريقيا كتير، دايما بيلعب على الحته النفسيه، وزي ما قلت لحضرتك كده في الاول برضو هم بيلعبوا على الحته النفسيه عند الفريق الخصم. طول ما الاستاد مليان وطول ما في تشجيع بيلعب عليها، وخاصة الحاجات اللي هي ممكن تستفز الفريق الخصم اللي هو أو الضيف اللي جاي عندهم. مش عايز أقول أدي أمثال عشان برضو الموضوع ما ياخدش أكبر من حجمه، بس هما بيلعبوا على الحتة دي سواء على الميديا أو على العامل اللي هو الجمهور جوه الملعب، فدايما بتبقى هما بيلعبوا على الحتة دي، يعني دايما يدي كده خبر كده او شويه تقارير كده بحيث ان هو عارف ان هو هتوصل للفريق المنافس فيبدا يسمعها، يبدا اللعيب يتاثر. لا احنا ما اعتقدش ان اللعيبه بتاعتنا لعيبه فاهمه ولعيبه واعيه ودرجه كبيره ولعيبه منتخب مصر طبعا، فاكيد هم عارفين وفاهمين القصه واصله ازاي. يعني ممكن نسالك انت قبل يعني ما تبقى لاعب اهلاوي كبير، انت مشجع اهلاوي كبير، فكره ان الشناوي باذن الله يشارك في المباراه طمنتك اكيد بشكل كبير. ربنا يوفق محمد الشناوي ويرجع من اصابته ان شاء الله، بتبقى خفيفه ان شاء الله ما فيش اي حاجه وخف كده بالسلامه ان شاء الله ويرجع لعرينه، وكل الدعم برده لعلي لطفي حتى لو وقف هو برده علي لطفي الحقيقه يعني قدم مباراه قويه. ودايما انا بقول انا عايز اقول لحضرتك يعني دايما بقول كده، الحارس اللي بياخد مشاركات متتاليه بيخف الضغط من عليه فبيبدا يرجع ويعلى في مستواه، لو هو بعيد عن مستواه بيرجع لمستواه، ولو هو مستوى قل بيبدا يقلع ويرجع لمستواه العالي. فكل الدعم ان شاء الله لمحمد الشناوي ولعلي لطفي ومصطفى شوبير ان شاء الله، ايا كان هو مين هيمثل النادي الاهلي في حراسه المرمى ان شاء الله ربنا يكرمهم جميعا كده ويرجعوا لنا بالمكسب ان شاء الله. الحقيقه ان احنا نشوف علي لطفي اصلا بالاداء ده وواقف في الملعب فعلا تحس ان هو بقاله فتره بيلعب، يعني ما تحسش ان علي لطفي كان قاعد ورجع، وده يدل على احترافيه اللاعب ده وعلى قد ايه بيتدرب ومدى جاهزيته ان هو اي وقت الاهلي محتاجه فيه هيكون موجود. زي ما اتكلمنا برده من شويه قلنا مستر موسيماني بيلعب على الحته النفسيه، ومستر كان قبله مستر نيفيل بيلعبوا على الحته النفسيه. عايز اشكر برده مستر ميشيل يانكون طبعا برضه عامل مجهود جبار كبير جدا مع حراس المرمى، مع حراس المرمى من بدايه ما هو اشتغل في النادي الاهلي، وهو تمسك بالنادي الاهلي يا كابتن، والنادي الاهلي وجماهير الاهلي تمسكوا بيه طبعا. دي انا عايز اقول لك حاجه يشكر عليها جدا، يعني النادي الاهلي دايما بيحط الناس اللي زي كده اللي بتحب النادي الاهلي حبا خالص بتحطها في مكانه معينه وفي برواز معين كده وبتدي له وضعه مكانته، بس كل ده من خلال النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي طبعا. فعايز برضو اشكره انه على مجهوده الجبار مع محمد الشناوي ومع علي لطفي ومع مصطفى شوبير وايا كان برضو الحارس الرابع برضو مصطفى حمزه تقريبا او حمزه علاء حاجه كده مش فاكر الاسم عشان انا اسف يعني. فعايز اقول له مجهود جبار يشكر عليه برضو. النقطه الاخيره ان هو زي ما مستر موسيماني برضو اشتغل على الحته النفسيه، في اكيد جزء كده او في لينك بين مدرب الحراس دايما وبين الحراس بتوعه كلهم الثلاثه الاربعه، لازم يبقى فيه لينك، وهو ممكن يكون بيلعب على الحته دي بعيد عن ان هو بيستخدم ادواته صح في التدريب مع علي لطفي او مع الشناوي. لو بنتكلم على المهارات الفرديه، شايف مين مفاتيح اللعبه او كي بلايرز بتوع النادي الاهلي في مباراه زي مباراه الوداد؟ مين الاهلي هيبقى معتمد عليهم بشكل كبير؟ بص هو انا مش عايز اتكلم في النقطه دي لان برضو في ساعات يعني في ناس بتتفرج على قناه النادي الاهلي وتستغل الحاجات اللي ممكن خالص. لا مش قصدي حاجه يعني كان في وقت من الاوقات شفت تصريح لخالد علي في ايام صن داونز، قال احنا بنشكر قناه النادي الاهلي انها عرفتنا ازاي نلعب النادي، مع احترامي الكامل للتصريح اللي اتقال، بس انا بتكلم في نقطه ان شاء الله ايا كان اللي هيأدي سواء كهربا ان شاء الله ربنا يتم شفاعه على خير حسين الشحات اللي انا اقصده كان. القايمه طلعت وفي نجوم كتير في نادي الاهلي والفريق كله نجم، ولكن دايما بيبقى في ايه كل حد من وجهه نظره، حضرتك دارس من الواضح دارس الوداد وشايف الهجوم والدفاع وان الدفاع مش قد كده الفتره دي، طيب مين عندنا اللي هو ممكن يبقى كي بلاير ان احنا نستغل الحته دي
مين اللعيبه؟ انا يمكن قلت لحضرتك بين الفصل تقريبا لو بادجي فايق في الوقت ده يقدر ينفذ ويترجم كل الجمل التكتيكيه او الفنيه اللي ممكن تطلب من اللعيبه جوه الملعب. لان اي نقطه اي جمله تكتيكيه او فنيه ممكن تتعمل جوه الملعب نهايتها هي المطلوبه. طبعا. المطلوب هي النهايه. مش المطلوب ان انا اقعد انقل جوه الملعب وخلاص وابقى فرحان ان في ايه في استحواذ سلبي. دايما بيتكلموا حتى في كان من فتره كده بيتكلموا على بيب جوارديولا على حته الاستحواذ وبيهتم جدا بحته الاستحواذ. ما هو في وقت من الاوقات انا الاستحواذ مش هيفيدني في حاجه. هخسر. ما عملتش حاجه بالاستحواذ، الاستحواذ مش هيديني 3 بونت. ممكن يديني بونت، لكن مش هيديني 3 بونت. لكن في وقت من الاوقات ايه اللي يترجم الاستحواذ ده ويخلي ان في متعه وفي جمال وفي حاجه الواحد حاببها كجمهور اتفرج عليها، حته ان انا اترجم الاستحواذ ده ان انا احط الكوره جوه الجول. طالما حطيتها جوه الجول ايا كان بقى اللعيبه اللي هيحطها، بس انا بتكلم كمفاتيح لعب ان انت مثلا ممكن تعتمد عليهم مثلا ان هم يترجموا لك القصه دي كلها. انا بتكلم في ان اليو باجي لو هو فايق في الوقت ده وفعلا كل الفرص اللي بتجيله هيقدر يحرزها لو قدر يخلصها ان شاء الله، يعني هنرجع بمكسب كبير ان شاء الله من نادي الوداد ان شاء الله. ان شاء الله. الفتره اللي فاتت يمكن شفنا تغير كبير وتطور كبير للعيبه من النادي الاهلي. خليني اقول لك على كذا اسم كده وتقولي كنت متابعهم ازاي. كهربا مثلا، كهربا يعني كان الريتم بتاعه بدا يعلى، بس طبعا موضوع الايقاف هو الوقف، بس بعد الايقاف بقى. بعد الايقاف الريتم بيعلى واحده واحده. صح. وطبعا عايز اقول يعني ان زي ما قلت برضو ان كل ما بتدي اللاعب نسبه مشاركه اعلى اللاعب بيقدر ياخد المساحه وياخد الحريه وياخد حريه الابداع ان هو يطلع كل المهارات اللي عنده وكل الفكر اللي عنده بيعلى معاه. يعني كهربا الفتره اللي فاتت ناقصه بس حاجه بسيطه انه التهديف بتاعه في الفرص اللي هي بتضيع هي اللي تخليه يظهر، مع ان في اهداف بيجيب اهداف وكل حاجه، بس في حاجه اللي هو ايه عايزين نوصل لنسبة 9 من 10. هو واصل 7 من 10، واصل 8 من 10، لا أنا عايز 9 من 10، لأن مش هقدر أقول 10. ما فيش لعيب كورة بيكمل ب 10 من 10، لأن يعني بيبقى عنده أخطاء وعنده دروبات. لا أنا عايز أوصل 9 من 10، لأن أنت لعيب بحجم النادي الأهلي وبتمثل النادي الأهلي لازم دايما بتوصل لأعلى. محمد هاني يا كابتن كان عامل مباراة رائعة، مباراة بيراميدز. محمد هاني أنا عايز أقول له يا ريت تثبت على اخر مباراه ليك وبالذات ماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز طلع كل اللي عنده زي ما بقول كده، ايه عارف اللي هو ايه ممكن تبقى الخطوبه وشها حلو عليه الفتره اللي فاتت طبعا فخليته نفسيا كده في ان هو يطلع اجمل ما عنده يعني في المباراة. ومروان محسن المباراه اللي قبل اللي فاتت كمان مروان محسن كان فارق جدا. انا يمكن قلت في وقت من الاوقات كده برضه كنت مع يعني باكد على كلام كابتن عماد متعب في تصريح من التصريحات، اثبت على الحاجه او دور دايما على الحاجه اللي هي بتطلع احسن ما فيك. اثبت على الحاجه او دور على الحاجه اللي هي تخليك تطلع احسن ما فيك، لكن ما تجيش تمشي على سطر وتسيب سطر، لان جمهور النادي الاهلي ما بيستناش. جمهور النادي الاهلي دايما عايز افضل حاجه على طول. احنا شايفين الحقيقه كمان الاخر 3 مباريات دول اللي هما كانوا تحت قياده موسيماني، احنا شايفين الفريق كله في قمه تركيزه وقمه استعداده، وكانها رساله مطمئنه للجماهير ان احنا باذن الله رايحين ماتش الوداد واحنا هنقدم اقصى حاجه عندنا، وان شاء الله باذن الله نشوف اللعيبه زي ما هما معودينا رجاله في الملعب، وباذن الله يكون الفوز من نصيبنا يا كابتن. انت كنت بتقول ان في مشاكل في دفاع الوداد، وخليني استغلك بما انك بقى متابع الفريق وقبل كورونا وبعد كورونا، شايف هجومهم ازاي؟ الهجوم بتاعهم دايما يعني انا بتكلم، فحتى لاحظت ان هما حتى بيحبوا يعني يلعبوا على الكره العرضيه. يعني سواء في سرعات على الاطراف عندهم، بس بيلعبوا بيطلعوا بكور طوليه دايما على الاطراف، او الباكات بتاعتهم يلعبوا كوره على الباكات، ما بيلعبوش في نص الملعب كتير، ما بيحضروش كتير في نص الملعب. مش عايز اقول ان هو ممكن يكون الكواليتي بتاعتهم جوه او في نص الملعب
مش عالية قوي، أو ممكن يكون تكتيك مدير فني إن هو دايما بيبقى على الأطراف، يعني الباك بيلعب مع الهاف بتاعه بس كورة طويلة ويستغل سرعاته، مع إن مش شايف السرعات المميزة بس بيلعب على النقطة دي، بيلعب على نقطة برضه إن هو يلعب في عمق المدافعين بتوع الخصم دايما، وبيلعب على الأخطاء بتاعت المدافعين دايما. يعني مثلا ممكن نحط أي فرويد، انا ما مش يعني مش متذكر الاسامي عشان ما اقولش اسامي غلط، بيلعب على النقطه دي ان هو يلعب في قلب الاثنين المدافعين، يحط معاه فرويد ممكن يعمل كره مشتركه، يحصل اخطاء من المدافع او الكره يحصل تخبيط، فيجي الفرويد الوهمي او اللي بيلعب بيه من تحت يجي ويكمل على الجول. دي حاجه. الحاجه الثانيه دايما زي ما بقول لك كده، الباك سواء الباك اليمين او الباك الشمال بيلعب دايما على الهاف بتاعه، وبرضه بيستحوذ على الكوره باي شكل كان، ويبدا يعمل كور عرضيه، وبيدوروا دايما اغلب اوقات المباراه بيدوروا ان هم ياخدوا فاولات كتير في التلت الاخير. هم دايما بيدوروا على النقطه دي، او بيدوروا ان انت لو هو بيلعب ضغط عالي كمان بيدور ان هو يخلي المدافع يغلط ان هو ياخد ضربه حره مباشره، او دايما بيدور على الهال كورنر مثلا او الفاولات الجانبيه اللي بتبقى فيها خطوره بعرض الملعب. طب شايف نفسيا خسارتهم للدوري قدام الرجاء هتاثر عليهم ازاي؟ انه لا انا بقى كده محتاجه اكسب، ولا انه يعني نفسيا هيبقوا اقل؟ انا عايز اقول ان هي سلاح ذو حدين، مش ملهاش مقياس. يعني دايما الفرق اللي بتنافس او شمال افريقيا عامه، مش عايز اقول مصطلح برضو يتناسب معاهم برضو، بس بيبقى عندهم حته ان هو في صراع دايما في اول ربع ساعه واول ثلث ساعه ان هو يفرض سيطرته على الملعب، سواء بخشونه باجبار بارهاق يعني يعني في حاجه اسمها ارهاب كوره كده، يعني بيعملوه دايما جوه الملعب. دي حاجه. الحاجه الثانيه هم بيلعبوا على الحته النفسيه دايما، حته نفسيه فيها برضو انا قلت لك في جزء ناقص منها اللي هي حته الجمهور. نفسيا برضو ما اقدرش اجزم 100% ان هو برضو ممكن تاثر عليهم، ممكن تاثر في حدود 30-40%، لكن ما تاثرش بنسبه كبيره، لانه برضو فرقه بتنافس على بطوله والماتش على ملعبه. لو انا عايز اقول لك ان كان الموضوع ده او الماتش ده اللي اتلعب وخسروه كان مثلا قبل ماتش العوده، كنت اقول لك بنسبه كبيره تقارب ال 80-90% ان هو جاي، انا بقول لك هيخسر. طب لكن هو الماتش على ملعبه، فممكن يبقى فيه يعني في ريسك في الموضوع. حاسك شايف المباراه هتبقى فيها التحامات قويه في الملعب، مشدوده قوي في الملعب، مباراه الاهلي والوداد. ليها سببين. السبب الاولاني قلته، هم دايما عندهم الحميه بتبقى طب اول ربع ساعه، ولازم يعمل عليك بلغه الكره في كارت ارهاب كده في اول ربع ساعه، سواء عليك على الحكم على اي على المنظومه الموجوده جوه الملعب كلها. ده هو شمال افريقيا كلها كده، ده الريتم بتاعه. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو يعني مش عايز اقول المصطلح برضو اللي هو يتناسب مع الموضوع، هم كده يعني هم طبقهم كده، هو الربع ساعه الاولانيه دي دايما عندهم بلعب على النقطه دي. النقطه اللي انا افتكرتها حالا دلوقتي، في ماتش سابق قبل كده 2017 كان في نهائي بيننا وبينهم، فهو بيلعب على النقطه دي. هو متخيل ان احنا برضو معلش انا جاي عايز ارد الطار، عايز ارد الطار وكل حاجه، بس انا عايز اوصل لبطوله مش جاي اتخانق. طب تقدر تتوقع سكور نتيجه المباراه ولا اقول؟ يعني ان شاء الله 2-1 للاهلي. ان شاء الله يا كابتن. مش يعني تيجي تقولي لي لا لا لا، ان شاء الله 2-1 للاهلي. ان شاء الله ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا كابتن عبد الله جلال، كنت منورني النهارده وافدتني كتير، كلام كتير عن فريق الوداد، وبنتمنى باذن الله يكون المكسب لينا. بشكر حضراتكم جدا على المتابعه. خلاص يعني ساعه ونص ويكون باذن الله فريق الاهلي في المغرب، وان شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق ويرجعوا بالمكسب باذن الله. بشكر حضراتكم على المتابعه.